حضارتنا القديمة بنشوفها من خلال رسوم في المعابد، من خلال تماثيل، من خلال فن. ففي بوابة نور جديدة بتتفتح، يا رب يبقى قد كده مليون مرة، ومش بس مدام إسعاد هي اللي تفتح بوابات النور، يا رب كل فنان أو كل رجل أعمال يساهم في إنه يساعد المجتمع إن يبقى فيه رقي وتحضر من خلال الفن.